تواجد كمان خامس المصري للمنافسه على لقب افضل لاعب داخل القاره لعام 2019. نادي الزمالك سيطر على القايمه بثلاث لاعبين بفضل طبعا فوزه بالكونفدراليه الافريقيه، فبيمثل نادي الزمالك ثلاث لاعبين: طارق حامد نجم خط الوسط، محمود علاء المدافع الكبير، وفرجاني ساسي النجم التونسي المتالق. الثلاثه تواجدوا في قائمه بتضم 20 لعيب، معاهم نجم النادي الاهلي في الموسم اللي فات، النجم الاول للنادي الاهلي الموسم اللي فات علي معلول، والاوغندي ايمانويل اوكوي لاعب الاتحاد السكندري. القائمه كالتالي كلها بقى جاءت كالتالي: انيس البدري نجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، علي معلول نجم منتخب تونس ونادي الاهلي المصري، دانيس اونيانجو نجم منتخب اوغندا ومامالودي سان داونز الجنوب افريقي، ايمانويل اوكوي نجم منتخب اوغندا وطبعا وقتها كان سيمبا التنزاني لكن دلوقتي في الاتحاد السكندري، فرجاني ساسي نجم تونس ونادي الزمالك، فوسيني كوليبالي نجم كوت ديفوار والترجي وحاليا طبعا موجود في الريان القطري، فرانكوم نجم منتخب الكاميرون والترجي التونسي، وبعدين عندنا ويترو دولواندا ده بيلعب في ايه ويترو دولواندا، ورينيلسون واسماعيل حداد من المغرب والوداد البيضاوي، جون مارك ماكوسو نجم منتخب الكونغو الديمقراطيه وفيتا كلوب الكونغولي، وطبعا لاباكوجو نجم توجو ونهضه بركان المغربي اللي حاليا بينشط في الدوري الاماراتي مع العين الاماراتي، محمود علاء مع منتخب مصر والزمالك المصري، ميدي كاجيري نجم رواندا وسيمبا التنزاني، ميشاك إيليا نجم كونغو ديمقراطية ومازيمبي، طه ياسين الخنيسي نجم تونس والترجي التونسي، طارق حامد نجم مصر والزمالك، تيمبا زواني نجم جنوب أفريقيا وسان داونز، تريزور مبوتو نجم كونغو ديمقراطية ومازيمبي، وليد الكارتي نجم منتخب المغرب، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي سابقا وأهلي جدة الحالي.